المجموعة الثانية، مجموعة القناة والقاهرة، الأسبوع السابع، دوري القسم الثاني المصري موسم 2000. بلال للحارس أحمد حمدي، عرضه عشان كده راحت بالشكل اللي حضراتكم شفتوه في الدقيقة 23 من زمن. واحداث الشوط الاول كانت اخطر كوره، كان ممكن يبقى سويس. ادو كواكو عمل مشوار، دخل منطقه الجزاء، كواكو عمل العرضيه، ولكن احمد حمدي العرضيه من الركنيه على الايمن قريب، اتلعبت الكوره ولكن احمد حمدي بالبوكس يطلع الكوره في نص الملعب. حسن ربيع وبورتو السويس اتلعبت الكوره الاماميه، ولكن في حارس المرمى احمد حمدي، محمد حمدان يلعب الكوره الاماميه لمصطفى معوض، لكن احمد حمدي كواكو، مصطفى معوض بيخدم نفسه بنفسه وبيهرب من الرقابه وبينزل على حدود منطقه الجزاء، حط الكوره فوق العرضه. دي كانت اخطر فرصه، وادي التسديده، التسديده ما شفناش التسديدات. الشمال بيطلع اللاعب محمد هيكل، عمل الكره العكسيه على الايمن قريب، كانت هتخدع والله. احمد، ادي محمود مجدي بيوسع نفسه ويعمل الكره العرضيه داخل المنطقه، ادي سيد سويلم القادم من الخلف الامام وبيطلع ورا فرودته اللاعب. ادي مره ثانيه احمد سمير جاره، احمد سمير جاره عمل الكره العكسيه، لسه فيها خطوره، مش ممكن، اتاخر فيها، اتاخر فيها، واول ظهور للاعب اسلام مسعود، ولكن يطلع محمد هيكل، محمد هيكل عمل الكره العكسيه على الايمن البعيد، ولكن بالبوكس يطلع الكره.